مرحبا بالجميع. في هذه الشرح غادي نتطرقوا لنظام الاشتغال المسمى نت بي اس دي. نت مكتوبها نت بي اس دي. فنت بي اس دي هو يونيكس من عائلة البي اس دي. is a free, fast, secure and highly portable Unix like open source operating system. يعني هو نظام مجاني سريع سيكوريزي مشتق من يونيكس. هو احد افراد عائلة البي اس دي اللي فيها فري بي اس دي، نت بي اس دي، اوبن بي اس دي ودراغون فلاي. اللي تيميز هاد اليونيكس هذا هاد الكلون يونيكس هو لا بورتابيليتي، يعني لك اي نوع ديال لي زورديناتور يقدر يخدم فيهم اي اركيتكتور، ما في ذلك لي زورديناتور القدام ولي زاركيتكتور لي نقارضو، يعني راه يقدر يخدم فيهم نت بي اس دي. كما تشوفوا هنا الاي ام دي 64 اللي هو معالج حديث 64 بيت فيهم انتل والاي ام دي. كاينين لي زاي رام راسبيري باي وهادوك لي سينجل بورد كمبيوتر. اي 386 اللي هو اورديناتور 32 بيت باغ اكزومبل بانتيوم 3 بانتيوم 4 بانتيوم دي الى اخره. الميبس سبارك هادو راه معروفين ديال سان ميكرو سيستيم و دوطخ اركيتكتور باغ اكزومبل دريم كاست. دريم كاست هو كونسول دو جو، تقدرو تخدمو هاد نت بي اس دي في هاد لي زاركيتكتور اكزوتيك. تلاحظو فاللائحة فهي طويلة جدا ديال لي زاركيتكتور. باغ اكزومبل نديرو فاكس، هاد الفاكس هما واحد لي زورديناتور قدام ديال ديجيتال اكويبمنت، كانوا تيتباعو من السبعينات حتى لي زاني 2000. ف نت بي اس دي باقي تي سيبورتيهم، يعني باقي تيخرج دو نوفال فيرسيون في هاد الاركيتكتور. يعني بريسك كاع لي زورديناتور اللي كاينين في الكرة الأرضية راه تيخدم فيهم نت بي اس دي، سورتو لي زورديناتور لي بوبليكمون ديسپونيبل. غادي خصنا هاد الايزو، فيشي ايزو تاع نت بي اس دي، غادي تري شارجيوه من هنا. غتكليكيو على يو اس بي ايماج ولا سي دي روم ايزو. من بعد تري شارجمون غادي نديرو لانستال في فيرتوال بوكس. جيو هنا للدوكيمونطاسيون اللي هي فاك فريكونتلي اسكت كويشن و هاو توز. هنا سيبورت ديفايس جرافيكال اكسيليريشن، هادو شي حوايج دو باز. غندير معكم لانستال في هاد التوتوريال في فيرتوال بوكس. غنديرو نيو نت بي اس دي، هاو غيديتكتيه اوتوماتيكمون نت بي اس دي. نعطيو 2.5 جيجا تاع الرام. ديناميكلي الوكيتد نعطيو 50 جيجا بارك عليه. اوكي 60. هنجيو ستوكاج نأتاشيو معاه الإيزو. سيستم بروسيسور نعطيوه 4 كور. نديرو ليه لا كاباسيتي نقصوها شوية باش ما يبلونطيش لينا لا ماشين غيال مع فايرفوكس. ونضمارو نت بي اس دي.
نحركو على واحد زعما غي نورمالمون. نديرو ليه انستال ان انجليش، تبدو كلافي فرنساوي اللي هو الفنا ازارتي، انستال نت بي اس دي تو هارد ديسك. يس ها هو ديتكتا دبليو ني وايت ديسك زيرو. قالك is this the correct geometry؟ yes. غادي نقولو ليه use default partition size. اوكي دابا الى درت نو غي تضرب كلشي في الزيرو غي عاود يرجع غندير ليه yes. هاو غي فورماتي و غي كخي لا partition. use bios console full installation. نقولوا ليه انستاليشن ويزاوت اكس 11 يعني بلا ما انستالي هذاك لو سيرفور دانترفاس. حنا غنخدمو به كومين ماشين فيرتوييل سيرفور يعني ما محتاجينش الانترفاس. غادي نقول ليه من سي دي غادي ديتكت السي دي، ولكن ما تلاحظوا دي كومبريسور الكيرنل والمودول ولي موديول. من بعد غيدوز للروت اللي هو البيز سريع نت بي اس دي ما فيهش بزاف. سي جوست الكيرنل والروت والكومبيلاتور لونغاج سي كونفيغوراسيون. ها هو كومبيلاتور جو بونس باقي تيخدم هو بالجي سي سي. زيد 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 مان باج هاد ريسكيو ما مهمش بزاف. هما فقط واحد الروت فايل سيستم سي دي بينير لي ستاتيكمون كومبيلي يعني حتى الا كراش عليك الروت راه هادوك الريسكيو دوك لي بينير تقدر ديباني بيهم. باغ اكزومبل تكوبي لي فيشيي تمونطي واحد ديسك ديال اكسترن الى اخره. هذاك هو الكونتوني ديال ريسكيو. فينيش انستاليشن روبوت ذا كمبيوتر. واخا ما عطانيش نسيزي مود باس تاع الروت انا غادي نشوف هاد المسألة هادي. السبب ديالها جو بونس نت بي اس دي ما تيديرش مود باس للروت فايل سيستم المره الاولى. زيد اوكي عاود مرة اخرى على فوالا نحيد هذا ريموف اتاشمنت. يس غادي نجي نيتوركين نقول ليه بريدج ادابتر باش تي اس سي بي يعطي اون ادريس. هادي راه سيبورتي هاد لاكارت انتل 1000 دير اوكي voilà. هذا سي لي سكريبت ديال لينيسياليزاسيون. غندير روت غيدخل بلا مود باس. غادي تجيو هنا للغايد نت بي اس دي غايد وغادي تقلبوا على تي سي بي اي بي.
سيتين اب تي سي بي اي بي اون نت بي اس جي ان براكتيس. هنا غتكليكيو عليه غتجيو هاد السكسيون اللي تيشرحو كيفاش غنكونفيغوريو الريزو، اشنو هما لي فيشي في نت بي اس دي ديال الريزو. كاينه او تي سي هوستا معروفه بحال لينكس وفري بي اس تي، فيها لا ريزوليسيون لوكال ما بين لي هوست لي بي، كاينه ريسولف دي ان اس سيس كونترول او اف كونفيغ بوان اكس اكس. هاد تريبل اكس هو سميت لانترفاس. باغ اكزومبل الى جيت هنا غندير اف كونفيغ غادي نلقى دبليو في ام 0، يعني خص الفيشي يكون او تي سي اف كونفيغ بوان دبليو في ام 0 بحال هكا كيسوي هاد الكونفونسيون. هنا لا كونفيغوراسيون ديال باكيت فلتر نت بي اس تي باكيت فلتر. هنا تي اس سي بي سي دي اللي هو الكليون ديال تي اس سي بي. هنا ماي جيت اللي هي الجيت واي، في حالة ما كان جيت واي ستاتيك كما تيقولوا هنا، هادي الا ما درتيش تي اس سي بي خصك ديفيني الجيت واي ديال لا ماشين. هنا الجيت واي ديال اي بي فيرسيون 6، وهنا لا ريزوليسيون يعني لوردر دو ريزوليسيون في الدي ان اس، يعني واش يشوف الفيشي ولا يدير ريزوليسيون لوكال ولا يدير ملتي كاست دي ان اس، يعني لوردر في الريزوليسيون دو نو. مثلا كتبت بينغ واحد لو نو، هذيك الريزوليسيون غادي يشوف او تي سي تي هو الاول، غادي يدير الريزوليسيون دي ان اس حتى ما يلقاش في لي فيشي. المهم حنا في هذه الحاله نقدروا نديروا هادي في rc.conf كما تلاحظوا هنا. هنا في التمارج ديال لا ماشين خصنا نكتب ليه لانترفاس اب باش تاكتيفا و تي اس سي بي سي دي تي سي ار سي بوان دي، نكتب ليه اف كونفيغ دبليو في ام 0 يساوي اب. هاد لو نون دبليو في ام 0 على حساب لو نون ديال لا كارت ريزو، يعني الا كنتو انستاليتو في اون فري ماشين ماشي بالضبط غتلقاو هاد دبليو في ام 0، تلقاو سميه اخرى سولون الهاردوير ديال لا كارت ريزو. هنا باش الرجيم مازال ما انستاليش باش تي اس سي بي سي دي يساوي يس، قولوا لي اف كونفيغ دبليو في ام 0 اب سيرفيس تي اس سي بي سي دي ستارت. ها هو خدا هنا لادريس، نجيو اون اوتر ماشين لي فيزيبل في نفس لو سو ريزو وغنديرو بينغ. ها هو تي بينغي سي سا شروط، ندخل المود باس. لاحظو انه ما يخدمش، نفس المشكل اللي وقع في التيتوريال تاع فري بي اس دي. خصنا نديرو بيرميت روت لوغين، هادي نديرو يس. تي سي اس اس اش نديرو ريستارت ديال اس اس اش. اوكي حنا دخلنا النت بي اس دي ا ديستانس بنيم تيري ا، مكيناش تابولاسيون حيت هذا فقط هو اس اش، كاين داك تي سي اس اش يا ما خفت نكذب. نو